الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى قرية تشندولي. قرية تشندولي هذه كانت لها قصة يعني غاية في العجب، إذ أننا كنا نذهب أنا وأخي الشيخ إكرامي إلى كاوا وإلى موزمبيق وإلى غيرها من القرى، فاستوقفنا مدير هذه المدرسة التي نجلس في ساحتها الآن. قال لنا: نحن نريد أن نعرف ما دينكم، نحن لا دين لنا، وسمعنا أنكم تدينون بدين جديد، فنريد أن نعرف ما هذا الدين وما هو، وسمعنا أنكم بنيتم دارا للعبادة. ولا كان لا يعرف أن اسمه مسجدا إلى الآن، فقال عنه أنه كنيسة. فقلنا له أن هذا في الإسلام اسمه مسجد. فقال: نريد أن نعرف ما هو دينكم وما هذه الدار. فقلنا له: نحدد ميعادا للالتقاء ونحدثكم عن الإسلام. فقال لنا: بعد 3 أيام وأتينا إليه وأدخلنا إلى المدرسة بالداخل وجلسنا، وكان معه 44 رجلا وامرأة وطفلا. فحدثناهم عن الإسلام، بدأنا معه للكون إله، وأن رب إبراهيم هو رب إسماعيل ورب موسى ورب عيسى ورب جميع الأنبياء. فما كان منهم إلا أن قالوا: نحن لا نعرف شيئا عن دين الإسلام، وأننا كنا أو أجدادنا كانوا نصارى، لكن الآن لسنا نصارى. فقلنا لهم: من يرغب في الدخول الإسلام؟ فقاموا جميعا عن بكرة أبيهم ودخلوا في الإسلام بفضل من الله عز وجل، رجال ونساء وأطفال، الجميع دخلوا في دين الله عز وجل. لابد أن نعلم أن هؤلاء يمشون قرابة 7 كيلومترات ليصلون إلى أقرب بئر ليأخذون الماء الذي يتطهرون به ويشربون منه ويسكون منه أطفالهم. ولابد أن نعلم أن كل هذا العدد الغفير الذي يجلس أمامنا ليس عنده مسجد يصلي فيه فرض الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولون: يجب علينا أن نتبع الإسلام، أليس نعرف أن الدين الإسلام دين جيدة ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركين؟ هم يحتاجون فقط لأن يأكلوا حتى يأتوا، فالطفل لكي يرسله أبوه هم يرسلون له، هؤلاء الإخوة الكرام يرسلون له 5 كيلو ذرة كل شهر، 5 كيلو ذرة كل شهر، يعني بحوالي 10 جنيهات مصرية. فيمكن أن تكفل هؤلاء، تكفل 4 أو 5 أو 10 أو كما تستطيع. وأسأل الله عز وجل أن يجعل صلاتهم وعباداتهم وما يتعلمونه في موازين حسناتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. إسلامية إسلامية، إسلامية إسلامية، نعم، إسلامية إسلامية، إسلامية إسلامية. تكبير إن هذا ملك القرية. ما هو نفسه؟ قال: نفسي أن ألبس ثوبا وطقية مثل المسلمين، ثوبا وقلنصوة مثل المسلمين. فالحمد لله إخواننا جزاهم الله خيرا أحضروا له ثوبا وطقية، وصار الآن ملك القرية فعلا. هذا هو ملك القرية الذي أسلم بإسلامه 42 رجلا. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يثبته على الحق والإيمان. ها هو الإسلام دين حضارة.
ومعالم التاريخ تنبئك الخبر، فلتسأل التاريخ عن إسلامنا ورجاله الغر الميامين الدرر. والله لولا الحق في إسلامنا والعدل ما فتح البلاد ولا انتشر. هل ذاقت الأرض السلام سوى على يد هؤلاء ذوي الملاحم والسير؟ دلوقتي في قرية امتوى، هي اسمها امتوى بس احنا بنسميها قرية البنزين. كان معانا عربية ميكروباص في الوفد اللي فات، الوفد المصري، كان معانا حوالي 12 واحد تقريبا. كنا رايحين لموزمبيق، طريق من ملاوي الى موزمبيق، الحدود قريبة من هنا. فشاء ربنا سبحانه وتعالى البنزين عندنا يخف شوية، فقلنا لابد ان احنا نحصل على بنزين قبل ما نصل الى الحدود. بالفعل وقفنا، قلنا نقف هنا، فوقفنا هنا بالفعل بره هنا، ما نعرفش ان في قرية هنا، وما نعرفش ان ما فيهاش ولا واحد مسلم. بالفعل وقفنا عشان واحد فينا يروح يجيب اي بنزين، اي لتر بنزين. فبالفعل واحد راح يجيب بنزين ووقف باقي الوفد، حطينا ظهرنا كده على الميكروباص، بدأ من الناس يتجمعوا، ايه اللي جايين من زحل دول، اشكال غريبة. قعدنا نتكلم مع الناس، تعرفوا حاجة اسمها الاسلام؟ بعض الناس يعرف، بعض الناس ما يعرفش. في حد مسلم هنا؟ ما فيش حد مسلم. طيب تعرفوا ايه عن الاسلام؟ اللي يعرف عن الاسلام يعرف معلومات ضئيلة جدا جدا. بدأنا نكلمهم عن الإسلام، أبجديات الإسلام، أوليات الإسلام، ما هو الإسلام، من هو الله. الناس بدأت تتجاوب معانا، أسلم يوميها تقريبا 118 واحد. النهاردة العدد يعني ممكن نقعد نعد مع بعض. البنات دول معانا في المدرسة، والطرحة الصغيرة دي التعبانة يعني الخفيفة اللي على رأسهم دي، يعني الله أعلم جايبينها إزاي، بس عشان يلتزموا باللبس بتاع البنات بتوع المدرسة القرآنية. لو عملنا زوم تاني صغير كده قريب، او قربنا المسافة، نشوف الاطفال بس بتاع القرية بتاعة البنزين دي، يعني نشوف العدد كده، مش عارف هيطلع كام. القرية اللي احنا فيها دلوقتي، الناس اللي ورانا دول من حوالي شهرين او ثلاثة ما كانش فيهم حد مسلم، بفضل الله تبارك وتعالى بمجاورتهم لقرية اسلمت اللي هي قرية دولو، ربنا سبحانه وتعالى فتح قلوبهم. القرية دي اسمها مكويزة. قصة اسلامهم ان احنا لما رحنا دولو ووجدنا فيها امرأة مسلمة واحدة، بدأنا نهتم بالقرية. القرية اللي هي دولو بدأ الإسلام يعني يدب فيها شيئا فشيئا. ربنا أكرمنا الحمد لله رب العالمين، بنينا مسجد الحمد لله، حفرنا بير، ربنا من علينا ودينا شيخ يعلمهم القرآن. بقى عندنا مدرسة في دولو فيها حوالي 200 طفل تقريبا أو يزيد، منهم أبناء المسلمين منهم أبناء غير المسلمين. بدأت قرية مكويزة تسمع، بدأت قرية مكويزة تعدي من هناك، بدأوا يتكلموا مع الناس، بدأوا يسمعوا من الناس، بدأوا يعدوا عند المسجد، بدأوا يتكلموا مع الشيخ. النهاردة القرية زي ما احنا شايفين مش عارفين نعدها. تكبير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا أيها الأحباب الكرام إلى إخوانكم الذين قد ملأت الفرحة قلوبهم، لأنهم ستحيا قلوبهم وتحيا أراضيهم بهذا البئر، وتحيا قلوبهم بهذا المسجد الذي كانوا يتمنون أن يركعوا ويسجدوا لله تبارك وتعالى. فرحة عارمة يفرح بها كل مسلم
مؤمن بالله واليوم الآخر، يحب الخير لإخوانه ويحب الخير للمسلمين جميعا. أسأل الله أن يثبتهم على الإيمان، أسأل الله أن يثبتهم على الإسلام. أيها الأحباب الكرام، وهناك مئات من القرى لا تعرف شيئا عن الإسلام، تريد من يدعمها ببئر أو من يدعمها بمسجد، فهل من متبرع؟ هل من متاجر مع الله جل وعلا يأخذ أجر كل هؤلاء في اليوم 5 مرات صلوات؟ كلما شربوا من البئر أخذ مثل أجرهم، كلما صلوا أخذ مثل أجرهم، كلما توضوا أخذ مثل أجرهم. هل من مسلم؟ هل من محسن؟ هل من متبرع لمئات من القرى مثل هذه القرى التي تجلس تحت الشجر وتصلي تحت الشجر وتريد أن تعرف عن الإسلام شيئا؟ والجنود موجودون يجوبون هذه البلاد، يجوبونها بالدراجات أحيانا وبالسيارات أحيانا لكي يصلوا إلى هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها أحد. فنحن ندعمهم بالمال لينشئوا هذا الدين ويؤسسوا الإسلام في هذه الأماكن. نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نم هنيئا، نم طيبا، وطب حيا وميتا يا رسول الله. فوراءك رجال ينشرون هذا الدين، ينشرونه في ربوع الأرض، وراءك رجال يجوبون هذه الصحراء القاحلة لكي ينشروا دينك وينشروا رسالتك في وسط هذه الجبال، يحيوا بها القلوب. وقد قال الشاعر إقبال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارة. يا رسول الله، يا رسول الله، اعلم أن وراءك رجال يحملون هم هذا الدين، يجوبون به الصحراء شرقا وغربا. في أي واد يموتون لا يهتمون، إنما يهتمون بإدخال هذا الدين في قلوب الناس. فنسأل الله أن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح بكم أيها الأحباب القلوب. هذا ليس جهدي وليس شيء، إنما جئنا على ثمرة هؤلاء لننشرها إليكم ونبين لكم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، هذا من فضل ربي. المكان اللي احنا فيه ده اسمه قرية بائيفة، من حوالي بضع سنين ما كانش فيه هنا غير حوالي 6 مسلمين او 7 مسلمين، دلوقتي الحمد لله. فكرة اخواننا في مصر في هذا المكان ان يكون مكان تمركز نقوم فيه بعمل مثلث دعوي، تتكون اضلاعه من مسجد كبير ومركز اسلامي يحاول يربي النماذج والكوادر على مستوى دولة ملاوي، ويخرجهم بمفهوم جديد او بمستوى اعلى من المستوى الذي وصلوا اليه حتى يومنا هذا. الضلع الثالث هو مستشفى لم تبنى بعد. لم تكن فكرتنا قل كلمتك وارحل، وانما كلمتنا لابد ان تبقى، لذلك قل كلمتك واثبت وعلم وربي وابني حتى يتغير حال هذه الدولة. بدأنا في دعم مشايخ، وضعنا مشايخ في هذا المكان، وضعنا مشايخ في أماكن أخرى. بدأت الأرض تؤتي ثمارها، وما أسرع الثمرة في هذه الأرض. حي على الفلاح، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Allah Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في قرية حدودية تقع بين ملاوي وموزمبيق او على حدود ملاوي. احنا قريبين دلوقتي من الحدود الموزمبيقية. يمكن جينا هنا استغرقنا حوالي ساعتين عشان نوصل للقرية دي. القرية دي دخلها الاسلام بطريقة سلسة جدا وما كانش فيها ولا مسلم. الناس دي كلها ما عرفتش لا اله الا الله الا من شهرين. قبل شهرين كان لا اله او المسيح ابن الله. بعضهم لا دين له وبعضهم يعني يدين بالنصرانية الباهتة التعبانة اللي هم حاجة فيها ان المسيح هو ابن الله والصليب وخلاص. وربنا سبحانه وتعالى هذا اكبر يعني اتنين لهم ثقل في القرية اللي هو شيف القرية. الرجل ده ملك القرية ملك القرية والقس بتاع القرية اللي كان بيعظهم في الكنيسة ويعني ينصحهم ألا يعبدوا الله سبحانه وتعالى. منظر الناس وإقبالهم كان سريع جدا. يعني في خلال شهرين يدخل هذا العدد وفي ناس يمكن لسه ما اتجمعتش. والنساء تبقى بالمنظر ده قبل شهرين المنظر ما كانش كده. يعني احنا في ملاوي بنشوف المناظر عاملة ازاي. البعض الحمد لله رب العالمين ربنا يجزي اخواننا في مصر اللي تبرعوا بالإزدالات. يمكن البعض قدرنا نديله يعني إزدال كده لكن خلصت مننا. البعض التاني يعني بيلبس بقى المتاح عنده. بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يستروا انفسهم. يمكن الشيخ يدوب بيقول لهم لابد تنسطر. مع ان عرفا هنا الامر ده عادي جدا وممكن حتى يعني يظهر الكثير من سوءاتها يعني بدون ادنى مشاكل عندهم. ليس تبرجا متعمدا انما طبيعة بيئة عاشوا فيها وقلة ملبس وبالضبط كده. لا يجدون يعني الامر صعب جدا. يعني ليس فقط في قلة الملبس بس حتى الماء. يعني هم يفتقدوا هنا الى بئر. يعني يمكن دعوة لاخواننا يعني جزاهم الله خيرا. هناك اكثر من قرية في هذا المكان يعني تستفيد من هذا البئر. والبئر مع انه موجود لكنه لا يكفي. وايضا في بعض يعني فاسد فيه شيء العدد لكنه ماء ومع ذلك ماءه قليل. نعم يعني هناك مشكلتين. ان العدد كبير على هذا البئر يحتاجون الى بئر اخر لان هنا بيقفوا بالطوابير طابور يقفوا طابور لحد ما يحصلوا. الحاجه الثانيه اللي احنا بقى هنتعرض ليها يوم ما ربنا يكرمنا المسجد هنا فعلا بداوا يبنوا مسجد هنحاول نشوفه ان شاء الله من الخشب. فاللي نتعرض ليه عشان المسلم يقف شيخ نشأة في الطابور عشان يتوضى يبقى حضرتك هتوضى لصلاة الظهر هيلاقي نفسه دخل في وقت قبيل المغرب. حاجة يعني صعبة جدا. ففعلا لابد انه بجوار كل مسجد ربنا يمن عليهم بمسجد. يعني متهيألي العدد ده يستحق مسجد. ده العدد ده عندنا في مصر بيبقى مش عارف هصلي هنا ولا هصلي هنا. طب اردد الاذان هنا ولا اردد هنا ولا اردد تحت البيت ولا فضلا ان بقى يبقى جنبهم بير. يعني ربنا يبارك في اخواننا يا رب ويعني يكرموا الناس دي. والاطفال بقى دول بتوعنا. الاطفال دول مش ابناء بس اللي اسلموا. ابناء اللي لم يدخلوا في الاسلام ايضا فرحانين بالشيخ وبيجوا بيسمعوا فالناس قلوبها يعني متقبلة. يعني قل لهم المشايخ الكبار الذين اتوا معنا ان شاء الله تبرعوا يعني ان شاء الله سيتبرعون لكم بمسجد في القرية. اقول بس مشايخ كلها من بلاندي اوا basauti akuthandiza muziki ama gazikiti ya takbir la nuridu asma' at-takbir al'an urid alladhina fi lilungu yasma'una at-takbir takbir takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir al'an nahnu fi qaryat milun milyun وفي لقاء مع احد الناس الذين اسلموا وهو كان قسيس هذه القرية ثم اسلم ومن الله عليه بالاسلام فلنا لقاء معه على هامش اللقاء مع اهل القرية جميعا. ما اسمه يا شيخ؟ ارزنا لونداني نانغاديني داتانغاندي دو تشالوس اسمه داتانغاني دو تشالوس قبل اسلامه ولكن الان هو داودي تشالوس داود وغير اسمه عندما اسلم وسمى نفسه داود. انا اسمه داود. ماذا كان يعمل قبل الاسلام؟ هاتم بفانغا شاني مصنع قبل الاسلام. اين نيكو بيمبرام شاشيا يا نوما بينغواني زنا كشاني لايف سيفيشن. هو كان يعبد بعض مسجد يسمى لايف سيفيشن. لايف سيفيشن كان يعمل في هذه الكنيسة. هاتم ما قلنا منه وقو ما قلنا قد شيته يعني ما قلنا قد بيمبرا بس كان يعبد لا سلام ولكن تعبد فقط. كان يتعبد هناك. أيوة. كان من مثل الراهب هناك. ايوه هذه من اين قريب بوسه؟ من بوسه. كان الراهب في الكنيسه. ايوه هذا جيد. متى اسلم يا شيخ؟ هذه منظم قريتي. من
ndina temenuka mwezi nongwa foro pakumva uislamu dandilowa kwambiri ndi nango pa ngoma onse kuma temenuka bula waislamu ya folo ali ana arbaat shahri arbaat ashhur arbaat ashhur wa madha yara ba'da alislam jadid ati mutawa cha samu naona chanyona chimachima pangisa tina cha samu lowe oh chinani pangisa chona kuti ndaenda kwambiri kuma ukristu mtima mwangamu unandipeza kuchisilamu huwa yakul ana kana rahibu wa baden samitu baadhi alkitabu fi Qur'an wal Injil wa baden faaltu kula shaini hara hatha lislamu hatha dini lislamu jayidi wa baden aslamu salamu alaikum salamu kwa mbili salamu alaikum salamu takbir salamu takbir salamu takbir salamu takbir salamu takbir salamu Egyptians zikumu kwambiri zikumu kwambiri takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar salamu alaykum wa alaykum assalam la ilaha illa Allah محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أي يعني هم يقولون نحن سعداء جدا 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 ونشكر إخواننا المصريين جزيل الشكر وجزاهم الله خيرا ربنا يبارك لهم إخواننا اللي تبرعوا للناس دي بالثياب التي تظهر هويتهم الجديدة ناس دي أسلمت من شهرين الحمد لله رب العالمين دلوقتي شايفين بعد ما غيرنا ملابسهم ازاي بدأت الوجوه يعني تتجه الى اللون الاسلامي احنا بنشكر اخواننا في مصر اللي ساعدونا واعانوا هؤلاء المسلمين الذين ربما لا يجدون الثياب التي يلبسونها وهؤلاء جميعا الان لا يعرفون من الاسلام الا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما زال يريدون من يعلمهم الوضوء من يعلمهم الصلاة من يقرئهم الفاتحة من يقرئهم قل والله أحد حتى يصلوا صلاة حقيقية ويبدأوا يتعلموا الإسلام حلاله وحرامه والعقيدة ونحو ذلك المطلوب الولد ده عشان يجي المطلوب يأخذ 5 كيلو ذرة في الشهر نوفرهم له أكل عشان يجي وإلا أبوه بياخده ويطلعه ويشتغل عشان يجيب أكله 5 كيلو ذرة كم تساوي بالجنيه المصري 10 جنيه شهريا 10 جنيه شهريا يعني أنت ممكن تكفل ولد زي هذا دول كانوا أبناء نصار وبعضهم ما زال حتى الآن أبناء أبوه لسه نصراني فبنديله 10 جنيه شهريا بنشتروا له بيها الإخوة بيشتروا بيها 5 كيلو ذرة بيأكل منهم طول الشهر في مقابل نجينا نعلمه الإسلام نعلمه التوحيد ونعلمه الصلاة وكذا فهل يا أخانا المسلم تستطيع أن تكفل 5 6 10 100 فإذا ربما يكون هذا داعية كبيرا في وسط هذه المنطقة فكل ما صلى وصام لك مثل أجره
فهؤلاء الذين كانوا لا يعرفون على الإسلام شيئا وقد جاءهم الإسلام، وإخوانكم الذين تعبوا الوصول إلى هنا بأجسامهم وعلمهم جزاهم الله خيرا، أنت في بلدك تتعب فقط بكفالة واحد أو اثنين أو ثلاثة، الواحد كفالته 10 جنيه، تستطيع أن توصل هذه الكفالة إلى مؤسسة الحويني وتقول هذا كفالة أطفال دولة ملاوي، أو توصلها إلى مؤسسة تنمية مصر إفريقيا الأستاذ خالد عبد الستار حفظه الله. فهاتين المؤسستين متعاونتان جدا في كفالة هؤلاء في كل قرية من قرى الملاوي، ودخلوا الآن حوالي 22 قرية أسلموا بفضل الله عز وجل، وما زال أمامهم مئات القرى محتاجة إلى أن يصيروا إلى هذا المنظر الجميل الرائع. الإسلام يطفي عليهم نورا، يطفي عليهم شعاع، يطفي عليهم إيمانا. فأنت أخي الكريم حينما تدخل السعادة والسرور على هؤلاء فإن الله عز وجل يسعدك في الدنيا والآخرة. هذه المنطقة أيضا محتاجة إلى بئر إخواني، محتاجة إلى بئر لكي يشربوا منه الماء، لأن الماء هنا في الآبار، وهم عندهم بئر يقفون عليه طوابير لأنها قرية مترامية الأطراف، فإذا أرادوا كل يوم يأخذ جرك المية يتوضأ منه ويشرب منه وكذا، فإذا أراد أن يقف لكي يتوضأ كل صلاة 5 صلوات يقف لكي يتوضأ من صلاة الظهر، إذا أذن الظهر وقف لكي يتوضأ يقعد ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، قد يدخل العصر ولم يأتيه نوبته لأنه في الطابور يريد أن يتوضأ. فهل أنت تستطيع أن توفر له بئرا؟ البئر بيحفر هنا ب$5,000، يسقي هذه القرية وما حولها بفضل الله، يسقي هذه القرية وأبنائها بفضل الله ويتوضؤون. كل من توضأ من هذا البئر لك مثل أجره، كل من صلى لك مثل أجره، كل من صام، كل من شرب منه لك مثل أجره. فمن يا ترى من المسلمين يتبرع ببئر $5,000؟ انفق بأي شيء. أنا أقول للفقراء انفقوا، اكفل لك يتيما، اكفل لك واحدا أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو ما شئت، ابني بئرا هنا أو بئرا في قرية أخرى، قرية كلها تكون نصرانية إذا حفر المسلم فيها بئرا. هدية من إخوانكم المسلمين، فإن أهل القرية النصارى يدخلون في الإسلام جملة، لأن الكنائس بتأتي تحفر بئرا وتكتب عليه ممنوع الشرب إلا للنصارى، تتنصر تشرب وإلا فلا، لو كنت مسلما تحرم منه. فذهب إخواننا وحفروا بئرا في قرية وكان بعضها مسلمون وبعضها نصارى، فجاء بعض النصارى أتسمحون لنا أن نشرب مرة في اليوم؟ قالوا لا نمنعكم تشربوا طوال اليوم، هذا البئر حفرناه لكل أهل القرية مسلمهم ونصارى. فتعجبوا جدا وقالوا يعني لن تمنعوننا من الشرب منه؟ قالوا نعم. فأسلموا جميعا عن بكرة أبيهم لأنهم رأوا أخلاق الإسلام وأحسان الإسلام ورأفة الإسلام. فماذا أنت صانع وماذا أنت ستقدم؟ أظن أنك قد وقفت على الواقع بنفسك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله.